إلى موضوع آخر، ومع توجه الجزائر نحو تطوير القطاع الصناعي ظهرت إشكاليات عدة في الميدان، أهمها نقص الإمكانيات التكنولوجية. هي الإشكالية التي حاولت فرقة زكار تيم البحثية حلها من خلال ابتكاراتها. أحمد رشدي زار الفرقة وعد التقرير التالي. هو أستاذ وهم طلبة درسوا عنده، تخرج الطلبة واتجهوا لميادين العمل، لكن الأستاذ عاد وجمعهم في ميدان البحث تحت مسمى فرقة زكار تيم. هذه الفرقة تأسست تطبيقيا ولا براتيكمون من 2006. من 2006 وكل يعني المجموعة اللي متكونة فيها هي طلبة قرينا مع بعض مثل عرب مصطفى، يا طلبة قراو عندي مثل كلال محمد، والأخ شالولي جبناه من خارج الجامعة تاع شلف. تنوعت الأفكار وجمعتها الإرادة والتحدي، فكانت النتيجة هذه الاختراعات والإنجازات التي صممتها أيد هؤلاء الشباب في مجالات الكهرباء والإلكترونيك. في الواقع هناك اختراعات وهناك إنجازات، يعني بان فرقوا ما بين هناك بعض الأفكار الجديدة التي تعتبر اختراع وهناك بعض الأجهزة اللي أنجزناها بالرغم من أنها موجودة، ولكن الهدف تاعنا الأساسي دائما هو أن تكون أجهزة منتجة محليا وجزائرية تستدير 100%. نجاحات هؤلاء لم تقف عند حدود ولاية شلف بل وصلت للخارج، وأهم هذا الإنجاز بالشراكة مع مؤسسة أمريكية. وعبارة عن جهاز يحاكي كل الأنظمة التي تسمى الإيوتيز Internet of Things، أي هذا الجهاز يقوم ولا يسمح بربط أي جهاز كان بشبكة الأنترنت مهما كان، جهاز كهربائي أو جهاز موجود كغسالة أو تلفاز أو أي شيء نقدر نربطه بشبكة الأنترنت، نقدر نتحكم فيه أو نقدر حتى ندير لا فيجواليزاسيون تاع توليز الارم في هذاك لو سيستيم. فرقة زكار تيم هي إذا فكرة أستاذ وإرادة شباب تحت عنوان الإرادة. من قال أن عقل الجزائري لا يفكر ويده لا تنتج فقد أخطأ، والدليل هذا الإنجاز والإنجازات التي رأيناها سابقا، فالفكرة والإرادة موجودان والغائب فقط الدعم. كان معكم أحمد رشدي مبعوث قناة النهار إلى ولاية شلف. ختام الجولة الاقتصادية، شكرا لكم على طيب المتابعة.